بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات، السادة الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أرحب بكم في مدينة شرم الشيخ في منتدى إفريقيا الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، لنستكمل ما بدأناه من مباحثات ترسم ملامح المستقبل وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار وللاستفادة من الطاقات الشابة بالقارة ومواردها الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في اقتصادات الدول الإفريقية استثماراً ونمواً وتشغيلاً، من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعوب قارتنا العظيمة نحو التنمية والرخاء. الأخوة والأخوات، إن لقاءنا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعاً لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد أن انطلق الاتحاد الإفريقي، بعد أن أطلق الاتحاد الإفريقي منطقة التجارة الحرة القارية خلال القمة التي عقدت في نواكشوط في مارس 2018. كما نتطلع إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إننا نطمح لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي الذي تشرف مصر برئاسته العام المقبل، والتي سنسعى خلالها بكل جهد مخلص للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي. السادة الحضور، لقد قطعت مصر شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية. ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصاداتها. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن نستعرض سوياً ما تحتاجه دول القارة فيما يتعلق ببرامجها الإصلاحية، إذ من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية، لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضاً مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا. ومما لا شك فيه أن مختلف تلك المجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة تسمح بتنفيذ عملية الإصلاح بشكل فعال، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها لاستغلال الفرص الواعدة في إفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار لتصبح إفريقيا شريكاً فاعلاً ومؤثراً على المستوى العالمي.
السيدات والسادة، إننا اليوم في أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا المشتركة على جميع المستويات لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية والتقدم. ومن هذا المنطلق فقد حرصت مصر على زيادة استثماراتها في إفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار، ليصبح إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الإفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة في المجالات وثيقة الصلة بالتنمية. كما ندعو المستثمرين من كل دول القارة لبحث الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية. أبناء القارة الإفريقية، إن العالم ينظر إلى قارتكم باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة. وهو ما يضعنا أمام تحدي كبير لتحقيق مستويات معيشية كريمة لجميع مواطني القارة. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أؤكد على أهمية استغلال طاقات الشباب الإفريقي الكامنة ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة التي توفر لهم فرص العمل وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة. وختاماً، اسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى على أرض مصر، وأن أتمنى لكم كل التوفيق في أعمال المنتدى الذي أثق أنه سيساهم في دعم العمل الإفريقي المشترك وتعزيز قدراتنا التنافسية وتحقيق آمالنا في مستقبل أفضل. كما أؤكد لكم أن مصر ستظل دوماً على عهدها فخورة بانتمائها الإفريقي، حريصة على مصالحها، أمينة على مطالبها، وداعمة بكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة قارتنا العزيزة نحو المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه وتستحقه شعوبنا. تحيا مصر وتحيا إفريقيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.